السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول ثانوي الأدبي، تحية طيبة. وبعد، اليوم راح نتكلم في مادة الثقافة المالية عن موضوع القيد المحاسبي، أو مش راح نتكلم، راح نكمل موضوع اللي بلشنا فيه الحصة الماضية. اتفقنا؟ نعمل تذكرة شوي. يلا خلينا نذكر بس المواضيع اللي أخذناها الحصة الماضية. تكلمنا عن أشكال القيد المحاسبي وأنواعه. قلنا القيد البسيط والقيد المركب. القيد البسيط باختصار هو عبارة عن هذا الشكل اللي شايفينه، من حساب مدين إلى حساب دائن. والقيد المركب يكون عندي أكثر من طرف، على سبيل المثال في المدين إلى خلينا نحكي دائن واحد، أو بالعكس، أو بكون أكثر من طرف عندي مدين وأكثر من طرف دائن. طبعا شباب، المواضيع هاي تكلمنا فيها بشكل كبير على ما أعتقد. الأصل تعرف شو اللي بحكيه أنا، شو يعني مدين شو يعني دائن. اي اشي بيزيد حكينا مدين، اي اشي بينقص دائن، هذا الوضع الطبيعي. طبعا في شغلات لازم نتكلم فيها قبل نبلش الحصة، خصائص نظرية القيد المزدوج، وانا ما اعتقد انا تكلمت فيها اثناء الشرح، بس لكن مطلوب منكم ايش تفهمها او مثل ما هي مكتوبة. يلا، تعرف ان لكل عملية مالية طرفين متساويان في القيمة ومختلفين في الاتجاه، احدهما مدين والاخر دائن. اكيد العملية المالية فيها طرفين زي ما حكينا، المدين إذا كان 500 دينار، الدائن لازم يكون 500 دينار، بغض النظر سواء كان مفرقهم أنت مثلا 250 250، مثلا في طرف الدائن، أو مجمعهم. كيف يعني؟ يعني في بعض الأحيان بتلاقي إنه مثلا المدين 500، الدائن تلاقي 250، هذا في الدائن اللي بيكون 200 دينار مثلا، خلينا نفرض 300 دينار، ماشي. تلاقي مثلا حساب صندوق إلى حساب مثلا بنك، بالنهاية بيكون مجموع هذا الطرف يساوي مجموع هذا الطرف. اتفقنا؟ هذه نقطة مهمة. النقطة اللي بعديها، يرمز المدين من، أكيد من حساب، وإلى الدائن إلى حساب. والنقطة اللي خلينا نحكي لكل عملية مالية آثار مزدوجة تمثل في مديونية. أكيد شباب، اللي حصل على القيمة أو المنفعة بيكون مدين، والدائن اللي هو فقد قيمة أو منفعة. إثبات عملية مالية يجب تسجيل القيد المحاسبي بجعل الطرف الذي حصل على القيمة مدين والطرف الذي فقدها أو فقدها دائن، مثل ما حكينا دائما. شباب ناخذ أمثلة، معلش صح 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 مع اليوم الأمثلة كثيرة وطويلة، وكل كلمة إلها معنى في كل مثال. هذا مثال بسيط، حكينا أول شغلة بتحلل السؤال، بدك تعرف اشترت الشركة نابلس تجارية بضاعة بقيمة 1000 دينار، بدنا نحلل. اشترت معناته زادت، آسف، شايف؟ اشترت شباب، انتبه علي، اشترت معناته زادت، خلينا نحكي القيمة، أو زادت عندي الأصول بقيمة 1000 دينار من شركة جرش، حيث تم دفع المبلغ على النحو التالي. بقيمة 1000 معناته إما الصندوق نقص أو البنك نقص أو ذمم. هسه بنشوف. يلا، على النحو الآتي: تم دفع 200 دينار نقدا وباقي على الحساب، معناته 200 دينار، 200 دينار صندوق، قديش بيضل من 1000 ذمم؟ بيضل 800 دينار. اتفقنا؟ صندوق 200 دينار والذمم 800. طريقة الحل: تيجي تحكي تحلل للطرف المدين والدائن، قلنا أي إشي بيزيد مدين اللي هي مشتريات، طبعا هون عندنا زيادة، وأي شيء بنقص عبارة عن دائن. عندي هون طرفين شباب شايفين، إذا ببلش من حساب مشتريات ليش مشتريات؟ لأنه اشترينا. في شغلة مهمة شباب، في السؤال بدك تتبع تسجيل القيد الحسابي المحاسبي وين بده يتم، في دفاتر شركة نابلس اللي اشترت ولا عكسناها؟ لما طبعا لما هذا يشتري معناته الطرف الاخر بده يبيع، شركة نابلس اشترت معناته شركة جراش باعت. شباب في نهاية السؤال بدك تركز، مهم حتى تعرف تحل. هذا وضع طبيعي، اشترت معناته نسجل في دفاترها من حساب مشتريات قديش؟ 1000 دينار الى مذكورين. مذكورين ليش شباب؟ لأن طريقة خلينا نحكي الدفع كانت بطريقتين، الأولى حساب صندوق
قديش نقص الصندوق عندي؟ 200 دينار. والثاني الذمم حساب، قلنا الذمم ايش؟ هي بالطرف الدائن صح؟ اذا الذمم دائنة، دائنة، او بتكتب بين قوسين اسم الشركة، ماشي، اسم الشركة. قديش بيضل للألف؟ 800 دينار. هيك نحل السؤال، اتفقنا؟ يلا الحل، شركة نابلس، طبعا تكتب اسمها، نسيت اكتبها انا. 1000 دينار مشتريات، إذا مذكورين 200 صندوق و800 شركة جرش. ناخذ المثال اللي بعده شباب، ناخذ المثال اللي بعده، برجع بقول لك ناخذ السؤال سؤال كامل. بدك تتبع عملية شراء، اشتركت شركة إربد، وفي عندي في السؤال المطلوب شركة إربد، ماشي، وضع طبيعي. بسجل في دفاتر الشركة اللي اشترت. لقدام راح ناخذ أمثلة راح نعكس، يعني بقول لك التسجيل القيد المحاسب في دفاتر شركة دمشق الدولية، راح يختلف عندك الحل، الحل راح يختلف، ماشي. إذا اشتركت شركة إربد للملبوسات التجارية بضاعة، تم الدفع بثلاث طرق، نقدا وبنكي وعلى الحساب. قلنا بما انه شراء البنك يعامل معاملة تشيك، لكن لو باعت الشيك يعامل معاملة النقد. هذه النقطة مهمة جدا، نسجل او خلينا نحلل. يلا اشترت معناته ايش عندي؟ البضاعة زادت، اذا من حساب، تكتب اسم الشركة طبعا فوق، بس ما بحبش اكتبها، من حساب مشتريات مشتريات. قديش القيمة؟ اجمعهم 4010، 14 و6، 20000، 20000 دينار إذا مذكورين. كم طرف عندي أنا؟ ثلاثة، 1 2 3، هسه بنحللهم. مذكورين، مذكورين الأول حساب صندوق، الثاني حساب بنك، الثالث حساب ذمم. ايه شباب؟ دائن والمدينة بأي طرف؟ هاي دائن، دائن او اسم الشركة اللي هي ايه شباب؟ دمشق. قديش الاول؟ 6000 دينار، الثاني البنك 10، والثالث 4000، مجموعهم لازم يكون 20000. حل السؤال، اوكي، هاي اخذت علامته. يلا شوف كيف الحل، شركة اربد من حساب مشتريات 20000 الى مذكورين اكيد صندوق بنك وعلى ايش؟ ذمم. يلا ناخذ الشباب المثال بعديه عسل، معلش في امثلة كثيرة هنا بدك تنتبه علي. كنا ناخذ اشترت، الان باعت، باعت الشركة، معناته في عندي هون شوف بيع، بيع شركة البراء، ماشي. عندي في السؤال مطلوب تسجيل قيد المحاسبة في أي دفتر؟ شركة البراء، وضعنا طبيعي لسه. خلينا نبلش نحلل، باعت شركة معناته نقص عندي ايش؟ البضاعة، الأصول، تم قبض معناته في عندي زيادة، زيادة وين؟ إما صندوق، إما صندوق، صندوق أو بنك أو ايش؟ ذمم، ماشي. هون كيف اللي هون عندي زيادة القبض؟ عندي نقدا مع الصندوق على حساب، مع الذمم ايش؟ دائن ولا مدينة؟ في أي طرف؟ ها؟ ذمم مدينة، الطرف الأول أكيد دائن اللي باع. هون صار في عندي زيادة في الصندوق، ذمم مدينة. بلش نحل، من حساب أو من مذكورين، مذكورين حساب صندوق وحساب ذمم مدينة. قديش صندوق؟ 1000، وعندك هنا 4000 على الحساب، 4000 مجموع 5، مجموع 5000 إلى حساب، خلينا نحكي مبيعات. يلا ناخذ الحل على السريع، ناخذ الحل،
شركة البراء مثل ما حكينا، من مذكورين، صندوق وذمة مدينة، إلى حساب مبيعات. ناخذ هذا المثال شباب، يلا سؤال على الماشي، حلو بالله عليك حلو، ماشي فكر فيه. عادي، باعت الشركة 50 كرسي 3 دنانير، حيث تم القبض نقدا. 50 ضرب 3 شو يساوي؟ 150. هذا مفتاح الحل. باعت الشركة بضاعة بقيمة 150 دينار، هيك صار، حيث تم القبض نقدا. بدك تحل، ماشي يلا. احنا نتمنى الجميع يكون فاهم معنا المواضيع، ان شاء الله شباب سهلة، لكن يعني بدك ترتب امورك، ترتب امورك، اتفقنا؟ بدك ترتب امورك. نرجع للسؤال بس اللي قبل، ماشي يلا وضعنا الطبيعي. انتبه معي على هالسؤال هذا. مثال 10، باع شركة الورد بضاعة بقيمة 500 دينار إلى شركة المدينة إلى آخره، حيث تم القبض بمبلغ نصفه نقدا والنصف الآخر بشيك. بما إنه شباب باعت، قلنا لما بيع عندي الأصل عندي بنقص صح؟ وعندي تم القبض، عندي صار في زيادة. زيادة وين؟ في النصف نقدا والنصف الآخر بشيك. لما أقول شيك ما يعامل معاملة الصندوق، برجع بقول ليش؟ لأنه عندي عملية البيع، هيك القاعدة بقول لك، في عملية البيع الشيك يعامل معاملة الصندوق. طب شو الحل؟ في عندي طريقتين الحل، إما تيجي تحكي من حساب من مذكورين، شوف من مذكورين شو عندي أنا؟ حساب شو اللي زاد؟ طرف المدين صح؟ هذا مدين وهذا دائن. حساب صندوق وحساب صندوق، الأول قديش نص 500؟ 250، هاي 250 إلى حساب مبيعات. ماشي، هذا الحل رقم واحد. الحل رقم اثنين، تيجي تحكي من حساب، بما انه يعامل معاملة الصندوق، خلص ليش انا اجزئ؟ خلص من حساب صندوق إلى حساب مبيعات. قديش قيمة؟ 500. 500، وصلى الله وبارك. تمام، ناخذ الحل. شركة الورد لا تنسى اكتبها 250 250، جزأناها. الحل الثاني اخذها كقيمة واحدة. طلع لي هون شباب السؤال، هاي من احدى الاسئلة اللي بيلعبوا فيها طبعا في الامتحانات. انتبه على كل كلمة بحكيها. يلا، بتاريخ معين اشترت شركة لارا، حلو، اشترت الوضع الطبيعي. شوف الوضع الطبيعي، تيجي تحكي اشترت معناته البضاعة عندي زادت صح؟ هذا الوضع الطبيعي، هيك اخذنا معناته هذا الطرف ايش؟ مدين. المشتريات طرف مدين، مدين بضاعة بقيمة 450 دينار حلو نقدا من شركة الهاتف. يا سلام، نقدا معناته انا عندي نقصان في الصندوق، هذا هيك الوضع الطبيعي. بيجي واحد بكملش السؤال، المطلوب تسجيل القيد المحاسبي دفاتر شركة الهواتف الذكية، احنا عملية شراء تمت من قبل مين؟ من قبل شركة لارا. لما تيجي تكتب انت من حساب على سبيل المثال مشتريات لحساب صندوق، هذا غلط غلط غلط، دير بالك، تاخذ زيرو صفر، هو اسهل انواع الاسئلة. طب شو الحل؟ باجي بقول لك الحل كالاتي، بما انه التسجيل في دفاتر الشركة الثانية، ماشي، الأولى اشترت، الثانية شو بدها تكون؟ باعت. أول عملية بتعكس الكلمات، اشترت بتصير باعت، باعت. شركة لارا لا، شركة الهواتف، الهواتف، ماشي. بضاعة بقيمة 450 دينار نقدا من شركة الهواتف، من شركة ايش؟ لارا. اتفقنا؟ وبتحل على هذا الأساس. كيف صار السؤال الآن؟ باعت شركة الهاتف التجارية بضاعة بقيمة 450 دينار لإيش؟ شركة إيش؟ لارا. بما إنه باعت معناته عندي أنا نقصان صار، شوف، بما إنه باعت صار عندي نقصان في البضاعة. نقدا معناته عندي الصندوق إيش؟ زاد. معناته من حساب، شوف كيف صار، صندوق
قديش 450 دينار إلى حساب مبيعات 450. طبعا فوق تكتب لي اسم شركة الهواتف الذكية، اتفقنا؟ يلا شو سوينا؟ شركة الهواتف الذكية من حساب صندوق إلى حساب مبيعات والتاريخ. هاي من إحدى الأسئلة شباب اللي بدك تركز عليها، بدك تركز لعملية الشراء. أول شيء بنعكسها، نعكسها بصير بيع، ماشي؟ وعندك الشركة بتغيرها، تكتب اسم الشركة هون، ماشي؟ ليش عكسنا؟ لأنه أصلاً مطلوب تسجيل القيد المحاسب في دفاتر الشركة اللي باعت، مش الشركة اللي اشترت. الشركة اللي اشترت عندنا اسمها شركة لارا. لو ذكر لك سجل القيد المحاسب في دفاتر شركة لارا وضع طبيعي، لكن هون طلب ايش شباب؟ في شركة الهواتف الذكية، هي الشركة اللي ايش؟ اللي باعت. يلا تمام، مية مية حبايب قلبي، انا هيك سعيد جدا اذا فهمت هذا السؤال. ناخذ سؤال بعدين. مثال 12، اشترت شركة الزرقاء التجارية بضاعة بشيك قيمة 6000 دينار من شركة شموع، المطلوب تسجيل قيد المحاسب في دفاتر شركة الزرقاء. لا، في شركة الشموع. بدك تنتبه لحد هون، بس تصل امورك تمام. بدك تقرا لعند السؤال، تقرا لعند النقطة، اتفقنا؟ حتى تعرف تحل. يلا، بما انه اشترت الشركة، بانه هون شباب التسجيل في دفاتر الشركة اللي باعت، معلش من ايش الخطوات؟ بنعكس اشترت، بقول له ايش يا حدق؟ بدك تلعب علينا؟ لا، باعت، كون أذكى أنت من اللي كتب السؤال. باعت الشركة، شركة الزرقاء، لا شموع، كون ذكي، لا تكون يعني شغل البطيخ اللي نتاعها على راسك. باعت شركة الشموع التجارية بضاعة بشك بقيمة 6000 دينار من شركة الشموع، شركة ايش؟ الزرقاء. صار على ما أعتقد السؤال سهل. يلا نبلش نحلل الطريقة المجدية في التحليل. باعت معناته ايش عندي؟ صار نقصان بشك، قلنا في عملية البيع معاملة صندوق، معناته الصندوق ايش عندي؟ زاد. قديش زاد؟ 6000 دينار، معناته هذا الطرف مدين وهذا الطرف دائن. يلا نحلل على ما أعتقد السؤال صار واضح. من حساب آسف، من حساب صندوق إلى حساب مبيعات. شو لما يكون عندك بيع، اعرف انه دائما دائن مبيعات. باختصار يعني اجيب لك اياه من الاخر، قديه 6000 وانا 6000. تمام يا شباب، يا عيني عليكم، افهم السؤال، انا بكون مبسوط جدا منك، ماشي يا بوس. يلا نأخذ مثال اللي بعده. زي ما حلينا 6000 حساب صندوق لحساب مبيعات. السؤال بعده شباب، باع شركة بان التجارية بضاعة بشيك بقيمة 11000 دينار لشركة زين، سجل قيد محاسبي في دفاتر شركة زين للمواد الغذائية. يلا يعني السؤال واضح جدا، سؤال واضح جدا. ماشي، نحلله. باعت شركة، معناته هون المطلوب تسجيل القيد في شركة دفاتر زين، معناته لازم نعكس باعت، معناته اشترت. ليش اشترت؟ لأنه مطلوب تسجيل القيد المحاسب في الشركة اللي اشترت، مش الشركة اللي باعت، اتفقنا؟ ثواني شوي. عندي هون الوقت، أنا بسجل بس 10 دقائق، نعمل باوز ونرجع نحل السؤال، اتفقنا؟ يلا يلا يا شباب نرجع لموضوعنا. باعت شركة بان تجاري بضاعة بشيك، نحلل، المطلوب تسجيل قيد المحاسب في شركة دفاتر شركة زين. شركة زين هاي اشترت ولا باعت؟ هذه اشترت، اذا بنغير كلمة باعت الى اشترت شركة زين التجاري بضاعة بشيك. قلنا بما انه اشترت الوضع طبيعي، لازم في بنك. لو انها باعت، لو صار عندي القيد في بدايته بيع، معناته هذا الصندوق يعامل معاملة الصندوق. يلا بضاعة،
بما انه انا اشتريت بضاعة، ثواني، بما انه انا اشتريت بضاعة، معناته انا زادت عندي، ماشي، زاد عندي الاصل. تبع لي بضاعة عند البنك نقص. يلا حلل عادي السؤال شباب، حلل. بس انا شوي عندي طلع الانتي فايروس من حساب، وين الطرف اللي زاد؟ مشتريات. قديش اشتريت انا بقيمة 11,000 الى حساب ايش؟ اللي هو شباب بنك. يلا 11,000، هذا مره سهل، هذا ايزي. اوكي، بدك تكون مبسوط وانت بتحل. يلا شركة زين، 11,000 مشتريات. لا تنسى الترويسة، واذا في تاريخ اكتب تاريخ. انا من السرعة بكتب من الحل، بدي انا سرعة، الامثلة عندي كثيرة. شوف لها السؤال هذا والله يا شباب. اشترت شركة عمرو بضاعة بقيمة 1600 دينار من شركة العطور الرائعة، تم الدفع كالآتي: مطلوب تسجيل قيد المحاسبي في دفاتر شركة العطور. شو بتسوي؟ بتحلل. السؤال: بدنا نسجل القيد المحاسبي في أي دفتر؟ في شركة العطور. طب اشترت شركة عمرو، معناته في ايش؟ ترك في الموضوع. بدنا نعكس العملية، اشترت صارت باعت. يلا، طيب صارت عملية بيع، شركة عمرو لا، شركة العطور. بضاعة بقيمة 1600 دينار من شركة عمرو، حيث تم الدفع القيمة كالآتي. هون عملية الدفع، باعت، لما أبيع معناته في عندي نقصان، نقصان معناته صرف دائن، ماشي. تم الدفع، صارت تم القبض، ماشي. قبض معناته زيادة، عندي أنا في الصندوق وعندي إيه شباب برضو في الصندوق. عملية البيع بشيك تعامل معاملة صندوق مثل ما حكينا دائما وأبدا. يلا من حساب، طب عندي طرفين، من مذكورين، إما تيجي تحكي من مذكورين صندوق صندوق، أو بتجمعهم عادي. مذكورين عندك أكثر من طريقة. حساب صندوق واحد اللي هو شباب 600 دينار، وحساب صندوق 1000 دينار، إلى حساب مبيعات. ألف ستمية تجمعهم، هذه زائد هاي، اتفقنا؟ أنا سعيد جدا إذا بتفهم هذا السؤال، بكون مبسوط منك كثير حبيبي. يلا باخذ طريقة الحل. طريقة الحل الثانية، طبعا بتيجي تحكي لي من حساب، خلينا نحكي صندوق، تجمعهم 1600 إلى حساب مبيعات. يلا من حساب صندوق زي ما هون مسوي إلى حساب مبيعات. ناخذ مثال شباب شوي، يعني مثال 15، اشترت شركة الديار بضاعة من شركة خيارات أكثر، حيث تم دفع القيمة على النحو التالي: 300 نقدا و700 شيك و3000 دينار على الحساب. انتهى التحليل، بقول لك لسه في عندي المطلوب. شو المطلوب؟ يلا، المطلوب تسجيل قيد محاسب في دفاتر شركة الديار. شركة ديار عندي هون، شركة ديار هون، ماشي. هاي أول فرع. الفرع الثاني، تسجيل قيد محاسب في دفاتر شركة خيارات أكثر، يعني بدك تحل على الوضع الطبيعي والوضع إيش المشقلب. هنحكي الوضع الطبيعي بتحل زي ما تعلمنا، الوضع المشقلب هو تعكس القيد. ليش عكسنا؟ لأنه عملية شراء مقابلها عملية بيع. الآن تسجيل القيد في المشتري، هذا طرف مشتري، برجع بكرر، هذا طرف مشتري، هي شركة ايش؟ الديار، اشترت شركة ديار. الطرف الثاني هو الطرف البائع، مطلوب منك الوضع الطبيعي تسجل في دفاتر شركة ديار، وعكسها
تسجيل قيد محاسب في دفاتر الشركة خيارات أكثر، والطرف إيش البائع. لما يكون عندك طرف بائع هو أنا تسجيل في دفتره، بدك تعكس وتعلمنا كيف تأخذ الحل. الوضع الطبيعي تيجي تحكي لي أنت اشترت الشركة، معناته إيش زاد؟ وعندك تم الدفع على النحو التالي، تم الدفع معناته عندي نقصان. اشترت وضع طبيعي، ما في داعي نعامل معامل شيك معامل الصندوق، اتفقنا؟ عملية شراء. الحل من مذكورين، سوري، من حساب. هذا الوضع الأول، هاي احنا بنحل بالكيس واحد. من حساب خلينا نحكي مشتريات. المشتريات دائما شباب مدينة إلى مذكورين. شو الطرف الأول؟ واحد اثنين ثلاث، شو عندي؟ ثلاث أطراف، صندوق وعندي بنك وذمم دائنة ولا مدينة؟ يا شباب حلوين، ذمم دائنة. ليش؟ انه في طرف الدائن الاول 300 والثاني 700 والثالث 3000، مجموعهم قديش؟ احسبها 3000 و1000 4000 دينار. هيك حلينا السؤال، ماشي. انا سعيد جدا اذا فهمت هذا السؤال، ماشي يا حبايبي، لا تخليني حزين. يلا اللي بعدي، الان نعكس العمليه. مطلوب فيه نعكس العمليه. اشترط صارت ايش؟ باعت تسجيل القيد المحاسبي في دفعات شركه خيارات اكثر. كيف نعكس العمليه؟ اشترط صارت بيع، باعت شركه ديار صارت ايش؟ شركه خيارات اكثر، ماشي. بضاعه من شركه ايش؟ الديار. انا قلت لك كون حدق، لا تخلي السؤال يربكك. الاسئله طبيعيه مش من الفضاء جايبينها، اتفقنا؟ شغل مخك اللي نات على راسك، هذا شغله، حكه قلم بيشتغل، او انت عبوه مفتاح سياره عادي بيشتغل معك المخ. يلا، حيث تم الدفع صارت ايش؟ لما ببيع مقابلها قبض، لما اقبض فلوس، ماشي، يقبض روح عدوينك ان شاء الله، معناته ايش؟ في عندي زيادة. باعت، في عندي نقصان. يلا، من مذكورين صارت، طلع كيف صارت؟ قيد عكس هذاك، من مذكورين. يلا يا بطل، الطرف الاول حساب ايش؟ صندوق. الطرف الثاني حساب صندوق، لانه قلنا شباب الشيك يعامل معاملة الصندوق في حالة البيع، ماشي. دير بالك، بح صوته، انا بقول لك الشيك في عملية البيع تعامل معاملة الصندوق. والطرف الثالث ذمم، ذمم ايش؟ مدينة، لانه في الطرف المدينة. الى حساب مبيعات، قديش القيمة الاولى؟ 300 700 3000 4000، هاي الطريقة الأولى. أو بتيجي تجمع لي هدول من حساب صندوق، سوري، من حساب، من مذكورين، حساب صندوق، حساب ذمم، تجمع لي هدول صارت 1000 و3000، هذه صندوق وهذه ذمم. يعني إلك الخيار في الحل، نشوف الحل شباب هون. يلا، هذه الطريقة الأولى، مشتريات مذكورين 300 700 3000، والطريقة الثانية حكينا فيها شباب مثل ما انت شايف. فهمتوا يا حلوين؟ انا سعيد جدا، انا جدا سعيد اذا بتكون انت فاهم هذا السؤال، لازم تفهمه عشان تبسطني، صح ولا لا؟ الله يرضى عليك يا رب. يلا نشوف الشباب السؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي، مثال 16. بعرف طولت عليك، ولكن لابد يعني انه نشمل المادة وجميع انواع الاسئلة، اتفقنا؟ يلا، 16. دفعت الشركة فاتورة كهرباء نقدا بقيمة 160 دينار، ولا اسهل منها. هذه نوع الاسئلة، دفعت ودفعت واخذت وجاه ايرادات، هاي على المصاريف والايرادات. القيد
يكون في عندك مصاريف وإيرادات. كيف بعرف؟ انتبه علي. قيد ولا أبسط منه، دفعت الشركة فاتورة كهرباء، لما أدفع معناته إيش اللي صار عندي؟ الصندوق قل ماشي، والمصاريف قلت ماشي. لما يكون عندي أنا مصاريف، دفعت شركة عين الكارم فاتورة كهرباء، معناته هاي مصاريف نقدا بقيمة 160 ماشي، من حساب الطرف الثاني هذا ايش؟ صندوق، الى حساب. الصندوق قل معناته صندوق، والثاني مصاريف. وصلت؟ لما يكون في عندي مصاريف، اندفعت المصاريف معناته طرف مدين. قديش القيمة؟ 160. 160 تاخذها من الطرف الثاني نقدا بقيمة 160. اذا انعجبت بالسؤال، انا دفعت من الصندوق، معناته الصندوق عندي قل، معناته الطرف دائن، معناته الطرف المصاريف ايش مالها؟ مدينة. حلو، يلا ناخذ طريقة الحل. مصروف فاتورة 160 الى طرف صندوق، الى 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 صندوق. اتفقنا؟ يلا، أنا سعيد جدا إذا فهمت هذا السؤال. يلا مثال 17. حصلت شركة عمرو إيراد، شوف يعني طبيعة الأسئلة، هذيك هناك دفعت، هنا هنا حصلت. لما أحصل الصندوق بزيد، لما أحصل الصندوق عندي بزيد، صار طرف مدين، معناته بدون ما أعرف أنا شو الطرف هذا إيش، دائن، هذا دائن ماشي. مقصود فيه زادت في ايش؟ الايرادات. يلا مش زائد، بلاش تخربطوا. يلا هذا طرف دائن، هذا طرف مدين. دائما شباب لما تعرف الصندوق انه هذا مدين، اعكس يعني دائما هذاك صار ايش؟ على السريع صار دائن. الحل من حساب، يلا يا شباب انا سعيد جدا بمعرفتكم، من حساب صندوق، لانه زاد عندي صح؟ قديش زاد؟ 1200 دينار، الى حساب إيراد 1200. طب هذا دفاتر شركة عمرو، اكتب لي اياها هون، روس لي اياها، اذا في تاريخ اكتب لي تاريخ كمان ماشي. الله يرضى عليكم. اوكي، مية مية. في حد عنده سؤال؟ موضوع سهل وبسيط، ناخذ الحل. شركة العمرو من حساب صندوق 1200 الى حساب إيراد. طبعا هذه طبيعة الأسئلة، بتمنى انك انت تفهمها. شوف لي هالمثال هذا شباب، لانه ظن ان شاء الله راح نختم، طولت عليكم، لكن لابد انك تعرف كل شيء. دفعت شركة الميزان المصاريف، أيوة، عن طريق البنك، معناته هنا بنك عندي انا. لما ادفع عن طريق البنك معناته للأسف البنك عندي نقص فلوس ماشي، نقص، والمصاريف اندفعت قلت، معناته هذا مدين دائن، مدين عندي انا. لما البنك ينقص صار طرف دائن، وعكسه مدين، المصاريف اذا قلت مدينة. انعجقت؟ سيبنا من هذا الحكي، البنك قل دائن، معناته الطرف الثاني مدين. يلا باختصار يعني، لكن عندي انا هنا طريقة الدفع او المصاريف عندي اثنين، واحد اثنين، عندي مدينين اثنين ماشي، من حساب اما بتكتب مصاريف تجمعهم او بتفصل من مذكورين، خلينا نفصل ماشي. حساب الاول دعاية، والحساب الثاني رواتب. رواتب. يلا 3000، 12000 إلى بنك، 12 3 15. تمام، مية مية. الله يسعدك يا رب. يعني الأسئلة سهلة، في
فيش داعي انك يعني تاخذ وقت كثير في حلها. قلت لك حلل، تحليل السؤال يا شباب بياخذ تقريبا 90% من الإجابة. لا تستعجلش، ماشي؟ ناخذ نشوف الكتاب شو ذكر من المذكورين. هون نفصل 3000 مصروف دعاية وإعلان إلى مصروف رواتب، سوري مصروف رواتب إلى حساب بنك. يعني بتمنى إنك مستوعب علي شو اللي بحكيه، إذا ما استوعبتش مصيبة. ناخذ شباب آخر نوع أو آخر سؤال، بقول لك دفعت شركة المنارة مصاريف الآتية، نصفها نقدا ونصف الآخر بشيك، ماشي؟ 1000 دينار سفر، و500 دينار دعاية وإعلان، و100 دينار فاتورة هاتف. بدنا نسجل قيد المحاسبة، نصفها بدك تجمعهم. قديش مجموعهم؟ 1000، 1600، هاي مجموعهم. هاي أول شغلة تيجي تحكي من هسا. عندي أنا هون نقدا معناته عندي صندوق، وعندي هون إيش؟ شيك. الاثنين قلوا، لأن عملية الدفع مش تحصيل، دفع مصاريف. قل هذا الطرف الأول شباب، اعرف إنه دائن. الطرف الأول في التحليل طبعا، هذول دائن. تيجي تحكي وهذول إيش عندي؟ 3 معناته مدين، 1 2 3 عندي. إذا من مذكورين إلى مذكورين، صح؟ إلى مذكورين. المذكور الأول مصاريف حساب، مصاريف انت بتكتب سفر، وحساب مصاريف دعاية، وحساب مصاريف هاتف، ماشي؟ إلى مذكورين حساب، مش حكينا بالنص بنك أو صندوق، وحساب بنك. يلا الأرقام، 1500، 1000، 1500، 1000 إلى مذكورين بالنص، 800، 800. وين إجت؟ 1600 على 2، هيهم صارت 800 و800. وصلت يا شباب؟ أنا سعيد جدا معرفتكم، الله يسعدكم يا رب. صار في تطور في الرسم، ملاحظين؟ يلا ماشي، الله يسعدك يا رب ويفتح عليكم يا رب دنيا وآخرة، وأتمنى أنك استوعبت علي 100%. في عندك أسئلة في النهاية هنا؟ يلا هذا الحل طبعا شباب، مثل ما حللنا في عندي حل أسئلة، بتمنى أنك تحلها ولا تضحك علي. يعني قدر المستطاع حاول حلل، وعدنا أنك تحل الأسئلة، ماشي؟ يلا شوف هاي طبيعة الأسئلة بأحلاها. كنت معكم خلال هذا الدرس، يعني الدرس بسيط جدا، أسئلته كثيرة، أفكاره كثيرة، ها في أفكار كثيرة لكن هو بسيط جدا. نسأل الله التوفيق لي ولكم، اللهم نفعنا فيما علمتنا وعلمنا بما انتفعنا يا الله. يعني شباب موضوع بسيط، اتفقنا؟ الله يرضى عليكم، يفتح عليكم الدنيا وآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.